ما أعرف ليش الناس طايحين في السيلفي، مع أنه شيء تافه، ممكن لأي أحد أنه يصور نفسه. والدراسات تقول أن السيلفيات تعزز الأنانية لدى الشخص، يعني لما تصور سيلفي تحس أنك كول، بس ترى مو بلازم أن إحساسك صح. ما قاعد يصور يما حبيبي، تعال حبيبي اخذ لي صوره ده دزها لخالك عماد، مش تعقلي بل كي دز لي حواله. ترى ما عاد في احد يقول لحتى تصورني. ليش؟ خلاص الحين سيلفي، صوري نفسك ورسي لخالي عماد اللي تبين. شنو سيلفي؟ ما بيها السوالف هاي. الا في يما ذا السوالف، جهاز جديد تونا شارينه، وش فيه؟ ما اي اوكي ما عندي سوالف حبيبي يما. شنو يا سيلفي؟ في فهمني جون. ها عندك كاميرا هنا وكاميرا هنا. اي وين الكاميرا اللي هذه يمه؟ هذه هاي وسخ النقطة وتوسخ. يمه ترى كنت متعودة على الكاميرات الكبار ذيك والفوري وشغل ذا المضروب. ايش حالات هالكاميرا هالكبرى الطب التنكة ودي قنبلة هذي ابوك كان يضحك عليك، والله ما حد يصور فيها ذي. حلوة يعني واضح عمرك في التسعينات انت شكلك. شنو عمري بالتسعينات؟ هذي التسعينات انقرض ذي. انا شابة بعدني. شوف 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 من هنا تلفين كاميرا. شلون؟ عفت وجهك. شنو ايش اسوي له؟ يعني اسم كذا ايش حركة بنات، حركة عفطي. ايوه شفتي يلا. اي لا علمني وش ما اعلمك يما، خلاص سهلة. ما اعرف لها بس انت اخذ لي اليوم يما صورك انا. تاخذ لي واحدة ثانية ما اتعلم. يلا ها عرفتي؟ واحدة ثانية يما بننام هنا يما، كيف بقعد اعلمك طول حياتي انا؟ طلع هاي النقطة ما تكلم. النقطة هنا غمازتك انت مو فوق يما. هنا وهنا. يلا سا سا لا سا لا 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 فا فا يا يا سيلفي سيلفي سيلفي. يعني ابو النقطة هاي ابو الوسخة هاي النقطة ولا علمتك اياها. اي تا تا صا صا و و را را. يعني شنو؟ يعني تصور لو خلت هالدنيا من عينك وش اشوف. الله الله حاطة لك دعابة. ابني يقول شعر شعر شاعور. ابني شاعور حبيبي. انا ما اريد تصور. ايش تبي؟ شو سخم تصور؟ انا اريد تصوير. تصوير اريد. تصوير وي وي رر. تصوير رر. تصوير ص ص و و را را. اقول لك وين الراء؟ يما لازم امسح ترى الراء. وين هالراء؟ فهمني. هذه اخر واحده راء. هذه حيه مو راء. يما حية ايش في قايلة كذا بس؟ هاي شنو حية؟ خلص اوكي كذا تمشي؟ بعدين شنو هاي البطة؟ يا يما درس ترى هي درس تصوير مو درس هاي الآخرية، شنو هاي البطة؟ ها ها راء ها شوفي ما تعرف تكتب. وش ذا الدرس اللي طالع علينا في خسارة؟ ايه صور 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 نفسك. يعني أنا أصورك؟ يا سلام، يعني هذا اعتماد على النفس. ايه عرفت كيف؟ ضمير مستهتر يعني... لا يما درس درس ضمير مستهتر تقديره أنت. شرها مو بعليك. شرها ما تعلمني صح؟ ما تعلم مو بعليك. اي اي او لا ما في اي او. اي كام اختصار كاميرا. كام كام بالانجليزي كام اسهل. اي كام. شكرا يما. كام العفو حبيبي. حلو انت اليوم صوري كله، انا اروح التمرين وارجع القاك مرسل العرق كله. اليوم اشتهر شهيره ما خلي واحد ما يشوفني. كل الديره لا تخلينا احد. ها خوش يلا يلا يما يلا, يلا. سلام عليك. يلا حلو. هو عمري اللي قضى محد رحم حالي، من بعد ضيقه وعسره جت تباشيره، بدايته في عمل تحصيل الأموالي ونهايته سيرتني يا حي هسيرة. قصة سعد مع صديقه يوسف الغالي، قصة كفاح غريبة يا الله الخيرة. سعد
بعد بدا رحلتي يركض على الخالي يسبح بديره ويمسي دايم بديره راسه تجمع بوسطه طيب وهبالي الوقت اخذ بشقالفه وتدويره تشوف دمعه على الخدين همالي يبكي على حظه اللي عاكس سيره دار الزمن فيه واصبح يجمع المالي في جمع دين البشر ما يشبه الغير عنده قوى خارقة في حبة الخالي لو خصمه إبليس حط ضربه بتاشيره بمساعدة يوسف اللي موقفه عالي صديق عز ونسيبه تربط جيره وقف معه وقفة تضربه أمثالي يصعب على الشعر تمجيده وتصويره راعي رياضه ويعشق يشوف الاقواضي ويطرب لصوت المدرج في جماهيره راعي رياضه ويعشق يشوف الاقواضي ويطرب لصوت المدرج في جماهيره ويستاهل اللي تعب العمر منالي نسيان هم الشقا والغم والحيره حبيبي حبيبي شوف بالله هذا الاختراع وشو اختراعه شف اعوذ بالله اعوذ بالله ابليسك عيونهم غادي تقل تحويلات يعني انت بنت تسوين نفسك كذا ما هو بلايق يا متحل ما يجي ذول غير ذولا حرام عليك حلو وش اللي حلو وش اللي حلو وين الحلو فيه انا مالي شغل ابغى اسوي كذا اقول هي ميب اللعبه الدعوه حبيبتي والله لو سويت اذا يجي في عيونك ليزر ولا شيء تنعمين وقعد الدهر وقعده اوديك المطبخ اوديك وانت عميانه وتحزين تكسرين خاطري وبطلك ساعتها ما راح استحمل الوضع بسم الله علي لا تفاول وي لا تفاول طيب وش تحطين ذا الحاجات امتحان بعدين دولا خواجات فرنجه ما لنا دخل لهم عروق اخرى غيرنا انت عروقك عربيه هذول عيونهم صفر وخضر وحمر ما ينفع انت عيونك سود يعني انت سمعت الاغنيه اللي تقول العيون السود درم درم خدوني يا قلبي يا يعني مغنيين فيك مغنيين في عيونك الله يهديك مستقبل الله يهديك سعد حبيبي سعد حياتي سعد سعد يلا قوم أعوذ بالله من غضب الله وش تكلم عن نفسك اذا بتغني من يوم لبكره عن عيون سر ظن ما يهمني انا بشرتي لق عليها اللون الازرق وين يصلح عليه العيون الزرقاء ما ينفع عليك ذا اللون يا بنت حلال واللي يرحم والديك لا تقعد تمتحني ترى انا فضبي ومليت ما عاد ابي اقعد عند الوجه بعد بتغيرين لون عيونك بعد احنا الان عندنا خطه لتطوير الشركه حلوه قوي حلوه قوي عين العقل والله يا ابو مي وانا اخترت صبحي للقيام بهذه المهمه قلبي قلبي حيوقع والله انا كنت عارف وحاسس وشامم اني هستاهل منصب كويس في الشركه دي يا ابو مي والله الله يكرمك تستاهل تستاهل وانا قاعد هنا بسوي شنو يا شيخ انت انا اخترت صبحي وانت ما اخترتك يعني اعتقد ان الكلام واضح انا بقالي 40 سنه هنا بالشركه دي ان شاء الله قرن ان شاء الله قرن تقدروا تمشوا الحين لا بس يعني ثواني طب انا حداوم في انهي مكتب طيب يا انت بتداوم في مكتب ادم لا يبقى ثواني استوب 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 كده بقى ايوه الله يكرمك ثواني يا ادم ثواني بس يا عم ثواني بس عشان حداوم في المكتب بتاعك لا تقدر تداوم بدونها ترى تداوم بدونها بشخصك الكريم الله يكرمك بشخصك الكريم يا صبحي انا هروح اسبقه على المكتب بتاعي يعني اتفضل شكرا شكرا ليك تحولني على حمود ايش عندك انت باقي هنا يا شيخ وانا اشتغل وين انا مكتبي مدته لصبحي اشتغل وين انا
يا حبيبي روح خذ الآلة الحاسبة حقك وأوراق واشتغل في مكان اختراعه. هيا قم تفضل قم قم. استغفر الله العظيم. والله العظيم يمه يا هلا 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 جبت لك مفاجأة معي. جبت لك مفاجأة عصر تقتلني بيها. وش قلت لك ما شفت ترى كنت مرة سهلة خرابيط ذي اليومين انت. ها يمه ذي عصا سيلفي ذي تصورين فيها. شو اصور هيك بالموبايل شو؟ لا لا خليني اعلمك. شوفي ما ايدي ما توصل. بما انك تعبان وروماتيزم تمشي معك عصا بعد ذي. اي اعطيني اعطيني جوالك. شلون جيبك لي يتفلج؟ اعطيني جوالك اعطيني جيبك لي يتفلج. جيب بالك وش يتفلج يمه؟ وين قاعدين؟ اصبري يمه اسحبي اسحبي يمه. شكو هاي ترى هاي مصيبه هذه. عاد شفتي؟ اي هيجي ونحط ذا هنا. اي هيجي وكذا. يا يمه شوف العلم شوف 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 صور لي اغني بدون وجهك يلا شو يمه. ما شاء الله عليك سارة محترفة. استاذة طبعا تعليمك كان ذكية ذكية بهالحال. ترى مين وين طايرة؟ مو صورين صورين. انت بس سوي هيك انا اوصل. صورين ورسلي الخطابات خلينا نشوف يمكن لا سمح الله. لا لا الحركة أحلى هيك. إي حق يما سوينا حركة الشاور. شاور؟ لا يما أنا أسوي لك حركة المظلة خاف تمطر علينا. إيه يعني كذا بنطول ولا وشلون؟ إي هيك بعد تطلع العيون. طيب مو يعني كذا خلاص عشان يوسف سمي. انت مو شايف ان امك كبيره يعني تتعلم هذه الحاجات؟ ايش هذا؟ شوف راح انوم هذا براسه طبعا. لا بس وش اللي ايش هذا يمه؟ ايش هذا؟ خلت تحترم روحك. امي تو امي ترى متزوجه وهي عمرها 3 سنوات ايش فيك؟ شوف احترمي روحك عاد. شوفي مو قدامي تجينا صوره شنو شنو صديقه اينشتاين؟ احترمي روحك بعد اقول لك. لا هذه الصراحه ترى معليش ما في احد صور في عمرك سيلفي معليش وين عايشه؟ اصور سيلفي وخالي وعمي وجدي كله صور. بعدين انا عندي يوسف واني مراهقه زين تزوجت ابو عمري 4 سنين شفت يوسف عمري 5. لا صدقيني وجهت قبل 2 3 يمه يمه تونا بنطيحك في السناب شات. شنو؟ سناب شات. ما اعرف هذا ما قلت لي عليه. سناب شات ما قلت لي عليه. هذا نفس اللعبه ما في شيء بعيد. انا بس التمثله تعرفه ما ادري. ارفع يدي غطي غطي العقال حقك غطي عقالك. خلي اني اني وين يمك؟ يا هقعد. لا مال المطر مال المطر. لا يمك كذا ما يصلح. خليني اروح ما جبت فوط. اروح اجيب مناشف فوط عشان تسبح. اي شنو هاي مال سنابي؟ شنو سنابي شات؟ صور برضو. ها؟ صور شنو؟ ما بس ما تشاتات والتمثلت قلت لي عليه. تمثلك؟ لك شنو؟ اجي دزوا لي تمثلت بالليل. حتى اسماء البرامج خربتيها لو القى برنامج اسمه تمثلت. رسائل لك رسائل دزوا لي بالليل ما ادري منين. واحد يغازل. يا يما انا ما ادري وانت ما انت طيبه ما ادري ايش فيك. ايش عليه تعلمتني على هذا قاموا يغازلون. برنامج اسمه تمثلك؟ تمثلك. يما هذا مقناص ذا سلق وكذا. شنو هذا علمني عليه؟ سناب شات. سناب شات مو سناب يمه مو سناب سناب شات شات سناب سناب شات سناب سناب شات يمه وش اللي سناب انت معلق الحلق يعني موس ولا سناب شات يمه مو الاحرف تطيح منها تنزل عملك مثل المرقه كل شيء خلص خلص مو معك يا خاله ما ينفع لك ما ينفع شيلك يا يمه العصا صدت ويوقف هذه عصا كهربائيه بيدي شنو هي صوري وش فيك كذا؟ ايش فيني كذا؟ تعبان نفسيه زفت ما عاد ابغى داوم. انا قررت اني استقيل من الحياه هذه كلها. المهم اسمعني. سالفتي اهم. وش؟ انا سالت الدكاتره حق تغيير العيون وشفت اسعارهم
قالوا لي في دبي 12,000 اما تركيا ب 8,000 عاد انت اختار بينهم. يا قلبي الدكاتره دول نصابين وش بلاك انت مهبوله انت؟ الدكاتره دول يلعبون عليك بالكلام الحلو كذا عشان يسحبون لي في جيبك ولا ما عندهم سالفه. انا اعرف واحد زوجته سوت عمليه عيون، تنين سووا فيها صارت براطمها متنفخه وخشمها منعفط، وهم مسوي لها في العيون قاصدين عيونها، لكن لعبوا فيها لعبوا فيها حاسوها. يعني انا خايف على ذا الجمال يروح هبان منثوره. ما حد نصاب الا انت. عموما انا بسويها يعني بسويها، لو انت مكاني كان رحت سويتها من زمان، بس لان انت مادي وتخاف على الفلوس وبخيل. الظاهر انت تحسبين عندي مطبعه قاعده نطبع فلوس، وعلى كيفك انت وعلى كيف اهلك، مره ب 6,000 وفي تركيا ب 12,000، وانا منين اللي انا اجيب لك الفلوس كلها؟ اقول احترمي نفسك ولا قسم بالله لا الومتك بالذا. خلاص بسويها متى تبين؟ متى تبين؟ على راحتك اختار الوقت اللي تبي، بس هالفترة يعني. والله ترى أنا أحبك من زمان. تعال تعال خش. أيوة الله 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 الله، حط لي بقى الاسلاك ورا لغاية ما نظبطها نحن ونظبط الدنيا. يا سلام يا سلام يا سلام على الكلام، وكله شغال؟ كله شغال. حلو قوي حلو قوي، اقفلها لي كده. اللهم صل على النبي. والله ولعبت معاك الدنيا يا صبحي. متشكر يا حبيبي، الف شكر، مع الف سلامه. سلامه الله، مع السلامه. الله يا بنت السلطان حن على الغلبان، دي الميه في ايديكي وصبحي عطشان على كوبري عباس. ماشيه وماشيه الناس، ماشيه تبص عليك يا حلوه، يا فروته واناناس. اديني اديني اكتر، الميه في ايديك سكر. اديني اديني اكتر، دي الميه في ايديك سكر. والله ولعبت معاك يلا صبحي. خلاص قول للدنيا مع السلامه، وتعالى يا حب تعالى يا حب. لك يما حبيبتي فدوه لقلبك، انت ما يصير هالشكل. اي ما يصير، لازم تصدقيني اللي قاعد نقوله. اي انت ما تحسين فيني عشان عيونك ملونه. اويلي يا بشارة اطلع منها تضربني بعين واطلع لوحش قله لو حالي لو عيت انغلق واطلع هيك امشي اهف. شلون تعالي وياك وش عيونك حلوه يمه، عيون الله انطاك جمال حلو صدق كذب. انت الا تخربين على روحك الا تسوين عمليه تجميل. والله ما ينفع هذه الحاجات، انا احس انها مغرر بها هذه الفتاه. بعدين تقلب عيونها يصير واحده لون ثانيه واللون ثانيه، وبعدين يصير مو مطابقه مع البشره، يعني تطلع تقل سعلو. مو سعلو، ايش فايد لك لو سعلو؟ لا تطلع من ذن السخون لعيونهم ناطه لي قدام هيك. لحظه لحظه، خوف النوبه. اظن هو ما يفهم في الالوان. من قال؟ انت وش عرفك في الالوان؟ الله يهديك بس. طب هذا اي لون؟ معروف ذا الازرق محموس. شفتي كيف؟ هذا ازرق، هذا بنفسجي، حتى بنفسجي ما تعرفه. بس في المصطلح العربي يسمونه ازرق محموس. ازرق محموس يما، هو هذا ازرق رجلك ذوقه مطبخي. ايه؟ يعني يحب الالوان المطبخيه. نعم. كله محموس عنده. ايه؟ لا يخاف، اكو رجال ما يعرف بالذوق، يعرف مرته شو يلوق عليها، بعدين يريد مصلحه بيته مو غلط. لا هو ترى عارف يا خاله يعني في الالوان الاساسيه، واعرف البني الغامق. ايش بيه البني الغامق؟ اعرف البني الغامق والالوان الاساسيه. يعني تحب البني الغامق؟ نعم. ما شاء الله، كله بني غامق، ما شاء الله، شنو هالذوق العالي؟ شنو هالحس الفني؟ شنو هاللون الرائع؟ اقصز. بيبي تعال ناخذ سيلفي. بسم الله الرحمن الرحيم، ايش فيك انت؟ ايش فيه؟ ايش فيك؟ مشغول ما تشوفني مشغول، قاعد اكتب وقاعد اشتغل ذا. اي 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 بان على حقيقتك، يا امك تطلبك ما تقول شيء، اما انا دائما مشغول. ها؟ لا والله يا قلبي انا مو دائما مشغول، بس انك انت تجين في الوقت الغلط. امي تجي وانا رايق وانا قاعد، وجهي يصير منور من الراحه. الحين قاعد اكد وجهي اسوي، ايش يقول عني صديقاتك شافوا صورتي؟ انت تخاف من امك صح؟ لا تخاف من امك؟ لا انا والله اخاف صديقاتك يشوفون صورتي ويخقون، بعدين ادخل في مشاكل وانا ما في غنى عنها. جيم زين وجهك عشان يخقون الحين. اقول لك يوسف انت قاعد تصرفني انت خايف من امك. والله انا ما اخاف من امي، يعني صح اني اخاف منها شوي، بس
بذل امنا ذي. يلا خلاص صوري، يلا خلصي. لا اقول ابتسم. يلا. تشيز. خلاص؟ خلاص كافي. يزيني. بسوي العمليه يعني بسويها، لو ان شاء الله يا ربي ابيع كل ذهبي. يا بنت الحلال وش تبيعين في ذهبك؟ ما عندك الا خاتمين، اظافر ما تغير لك. احترمي نفسك وخلي عيونك وخلقه ربي زينه. صحيها يا خاله صحيها. صدق يحكي صدق. اما نجي بيبوق يروح ينهب لبنك. لو شو تريديني باكر عقبه اروح ابوق لي ذهب ماي كله ولا شنو، واجيب لك شيء تغيرين لون عيونك؟ شنو هالعياره هذه؟ ولك خافي على صحتك يمه، هاي العمليه خطره. انت ما تحسين فيني؟ من كنت صغيره كانوا يعايروني لون عيون امك احلى من لون عيونك. اي ما تكيفين انت؟ شو تريدين تضربين حتى تجطليني؟ شو لو اظل طول عمري هيجي؟ ترى ما صايره هذه، شنو هي؟ معليش يا خاله، هذه عندها غلطه من امك، تزوجت رجلها المنبوش من قبره، عيونه الشيون، وهي تعرفين النسل الثاني بغى يحسن النسل ورط، والعيون دي عاد استحمليها. ولك يمه سعودي ما حطلع علي، ما حطلع، كلهم طلعوا هالشهره هذه. أيوه. هي واخوها طلعوا نفس الشهره كلهم علي. هسه انا مشتاقه واحد يشبهني، ولا اقول لك خلها تسوي العمليه، خلها عبالها تشبهني. دخلي انا مشتاقه واحد يشبهني، ماكو بالعائله واحد يشبهني، خلها خير. أنا خايف عليها والله، وخايف على صحتها يا خالة. تعرفين عيونها دائما أقول لها إن العيون التي في طرفها حورا، أنا اللي أقول لها دائما. قتلنا ولم يحين قتلانا، القصيدة هذه ما أدري شو. يا أكيد الجواهر قالها. ما أدري. يا عيوني أقول لك يمه، لا خليها تغير، أنا غيرت رأيي. أنا على صدق يعني صدق مشتهية واحد يشبهني، خلي تغير لون عينها. أكيد الأطباء ما يعرفون كل شيء، يعرفون، مو أغبياء يعرفون. خلاص سووا لي العملية. سوي لك شورتك وهداية الله. بلكي قامت عين خضراء وعين صفراء وقامت كله. ايه تشكل 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 تشكل. ايه والله. تبي وش سلمت؟ ضف وجهك مكتبك مسكر السيب علينا، ما كفاك المكتب جاي هنا تقعد بعد؟ ما عندي مكتب. كيف ما عندك مكتب تلعب علي؟ انت اللي ما عندي مكتب، مكتبك هناك شوف 20 واحد قاعد فيه، قم حاسب الناس قم. صبحي. ايش في صبحي؟ ليش حزين انت؟ صبحي انت وياه وجه الخراب في الشركه 24 ساعه تنافسون في الشر هنا. الحبيب عمك شال مكتبي انا وادالي صبحي. وعينوا مدير التطوير في الشركة، وصبحي له يومين في المكتب، سكنة لغى عقد الإيجار وسكن هنا قاعد. واضح إنك مجروح يعني، مرة قاعد تتكلم تقطعي، عرفت كيف يعني؟ الريق عندك والنفس مو بقدر يشيل جملة كاملة. فشوف صار مدير التطوير ها؟ إيه صار مدير التطوير. رحت في الشركة يعني إن شاء الله ما راح نتطور يعني. أنا أقول من الآن اشتري لك مزهرية وحط لك أغراض وحط لك مقلمة وحط كرسي ثاني هنا. لأن شكلك مطول في السيبين. ما بطول، أنا حزنان شديد جداً على صبحي بالمناسبة. بالمناسبة حزنان؟ هي فالله إنه هو اللي عايش الحين مكتبك تبطح، وش اللي حزنان عليش؟ أنت ما عارف عمك بكرة حشيله يرمي في الشارع ويرجعنا أنا مكتبي. عمك ما بيقعد يلعب فينا كذا، خده هنا ويشيل ده خده هنا. عمي ضياع صاحب المال. عمي ضياع، لأن لا شوف ترى عمي مشكلته دائما يقول لك الواحد يعني خلك زي عنق الزرافة، شو فهمت؟ عمي مال الرقبة فما يشوف بعيد، حد يعني. فالمهم انه مبسوط انت نجيب لك مكيف صحراوي صغير. لا تسلم. تسلم؟ طيب خلاص وقع، بس وقع. ما غريبة ما في دباسات عندك، كل عادة عندك 300 دباسة. الو السلام عليكم. هلا والله، مركز تغيير الوان العيون؟ نعم نحن هنا. الله يطول بعمرك، كم تسوون العمليات انتم؟ والله ب 2500 وخلال 60 ثانيه. يعني دقيقه؟ والله ما عارف قالوا لي 60 ثانيه، كم دقيقه ما عارفه.
ما تعرف الدقيقة كم وتبي تصلح عيوني يا... وأنا ما أدري وش ذا العيادة ذي. طيب أبي أخذ موعد. باسم مين؟ باسم أمها. حاضرين. شكرا الله يطول بعمرك، شكرا كثير شكرا. سعبولة بعت لها جواب، سعبولة ما بتسأل فيا، سعبولة ايه الأسباب، سعبولة دخلت عليا. الله يحييك يا سعادة الباشا، أأمرني طال عمرك. الله لا يحييك ولا يبقيك. ليه بقى فيا بيه؟ الحين أنا لما أقول لك تطوير مو معناته تشتري أجهزة. ما هو هو ده التطوير فندم، هو ده التطوير، تطوير بيئة العمل بالأجهزة. لا أنا قلت تطوير يعني تطوير بيئة الشغل، الشغل نفسه. وبعدين اسمع اسمع، خلاص قفل قسم التطوير حقك هذا، وآدم يرجع مكتبه المحاسب، وانت طص وانقلع. ايه اللي طص وانقلع وعمال بتبيع وتشتري فينا؟ حاضر يا عم اللي انت عايزه، انت صاحب الحلال وأمرني. بس انت مالك متضايق كده ليه؟ أنا أقول لك الصدق، الصدق انه ما عاد احد يجي يتلحوس عند مكتبي، وانا اموت واعيش الشعور هذا. انا عارف، ما انت راعي بل وراعي علال وغرفان، ما انتش بلحيه غانمه حقت شركات. حاضر حاضر يا فندم اللي تؤمر بيه، زي ما انت عايز. انا هخلي ادم يجي ويستلم المكتب بتاعه زي ما انت عايز. حاضر، تفضل يا فندم تفضل. يا عم ايه السعوديين دول؟ يا عم ايه السعوديين دول؟ نفسيات متكلكعة وسط بعض. سعبولة بعت لها جواب، سعبولة ما ترد علي. وش يبي ذا النشبة ذا في كل مكان داحل؟ نبي. هاي نبي. انتظروني بعد قليل. انتظروني. خاتم يوسف. هلا. وانتظروني معهم، انا ولد امي وخطيبه معنا، تونا مع راسنا ترى ملكين بس يعني. خطيبته. اللي ودها تشف. ايش اقول لي؟ ودها انها تبارك لنا في زواجنا. ايش فيك؟ اقول بمسح الحين. ايش فيك انت يا بنت حلال؟ كنت مالحه؟ مزعوله. طيب والله بالله شفنا عشاء والله طاقني الجوع وتعبت من الركض الجاي. احلى عشاء لقيت لك، شلون طبخات بالسنابات موجوده؟ هسه اشوف لك طبخه باي سناب وخلي مي تسويها. نعم 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 نعم، مي تسويها؟ ليه ان شاء الله؟ ترى انا مو بفاضيه، جمهوري في سناب ينتظرني. الله يحييها. تقول جمهوري على اساس اليسه؟ ترى يما كلهم ثلاثة اخواتها والباقي اي كلام. اي حبيبي انا مشكلتي مع فانزي في تويتر انه ما عندي وقت اجاوب على كل الاسئله، يعني اسئله كثيره كثير اسئله. ما في، كل اللي عندك بيض 47 انا شاريهم لك والله. لا لا لا، تقولي يعني تبغي ايش الاسئله؟ يعني مره بيسالونك عن سياسه حكومه. لا 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 حبيبي، لا لا لا، قلبنا مل من السياسه. يوم ما يسالون عليك يقول من هذا ابنك الحلو الموزي؟ بنات يسالون عني. الملبلب الحلو اللي يخبر التشوكليته التوفي. نعم نعم نعم. كلم عني سلام. كله عليك. طيب يما عاد حولي شوي يعني. دلة واحتمال راح انزل لك صوره لابس انت فانيلا كات. فانيلا دريس كات. لا لا ما هي حلوه. لا لا يما. كات ما تصلح يما خلاص. لا لا كات اسود وعضلاتك. على البحر على البحر. ايه وش مسوي؟ ومعضل والشعر ما صدرك طالع منه وغراء. ويجي. يما 60 شعر مثلث هنا حاطه وين؟ لا ولا انت خذي اللقطه ونضبطها. لا لا اقص لك من شعري والزق لك انا. اي والله انت من جدك انت؟ اقول الحين تغير البايو حقك وتكتب انك مرتبط وتسوي فول لكل البنات. يلا. مسوي البنات فول؟ ايش في اعلاميات في كذا زميلات يضبطوننا في الصحافه ما صحافه ما لي علاقه
عادي يتابعوني انا ويعني يسالون وانا اجاوبهم. الحين سوي فولو. ما انت معتمد ما تتم معلومات صح. انفولو يا يوسف يا ولد ام يوسف انفولو الحين. يوسف وسعد مو بقادرين على حريمهم في الحياة الطبيعية، فما بالك لما يوصل الوضع على أنهم يصيرون متواجدين حتى في الحياة الافتراضية. عاد تعرفون والله يوسف يكسر خاطري أحيانا، بس وش نسوي، حلقة وانكتبت علينا. سلام.